بقية الأخبار. شكرا لك عفوا، وفي خبابة شكرا بين وفيا. شق الاقتصاد إلى قطاع السكن الآن، حيث أفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة اليوم أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تعتزم الشروع في توزيع 11600 سكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى التراب الوطني مطلع شهر رمضان المقبل. وأعطى وزير السكن عبد المجيد تبون تعليمات صارمة على ضرورة احترام التزامات الوكالة من خلال الشروع في التوزيع التدريجي لسكنات البيع بالإيجار على مكتتبي 2001 و2002 في مطلع شهر رمضان في التوزيع التدريجي ل8000 سكن بالعاصمة وكذلك بالجنوب، على أن تكون الأحياء السكنية الموزعة مكتملة بما فيها التجهيزات والمرافق الضرورية من تهيئة حضرية وربط بشبكات الكهرباء والمياه والغاز.